أقيم على قاعة الود في مدينة الحلة معرض تشكيلي لمجموعة من الفنانين الشباب لأكثر من 100 عمل فني تنوعت بين اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية والمجسمات التي تجسد تاريخ وحضارة بابل العريقة. هناك طاقات شابة يجب تسليط الضوء على إمكانياتهم، وبالتالي لكي يأخذوا حيزا ولو بسيطا داخل شرائح المجتمع العراقي وتحديدا المجتمع المدني البابلي ومجتمع الفرات الأوسط. حقيقة الأعمال تنوعت بأساليب عدة، وكذلك كانت هناك مصغرات وأعمال يدوية، صناعة فردية محلية. يعني شاركت بتسع لوحات خط ممزوجة بالزخرفة والمانداله. نطلب يعني من بعض الجهات انه تحاول تدعم الفنانين في محافظة بابل، نطور ان شاء الله من الفن في بابل وفي العراق عامة ان شاء الله. هذا المعرض الأول أنا أشارك به، شاركت بثلاث لوحات. اللوحة الأولى هي زيتي فانكوغ، واللوحتين واحدة هم زيتي بس ألوانها تكون أبيض وأسود، والثانية هي بالفحمي. والله شغل كلش حلو كان، ويعني ما شاء الله الأغلب يعني إمكانياتهم كلش حلوة.